بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي اخلي فيه فيديو من في برنامج البوند كات. اول حاجه اعملها اروح للاستوديو واقول له انا عايز اعمل ريندر. عندي اختيارين، الايمج او الفيديو. طيب لو انا اخترت الفيديو، خلينا ادوس على السهم دوت عشان ارجع للفيديوهات الرئيسيه اللي موجوده عندي. هدوس على علامه الزائد هنا عشان اعمل المشهد الجديد. هو خد اللقطة اللي انا موجود فيها. اقدر ان انا احرك الكاميرا كده واروح دايس على علامة الزائد عشان اضيف مشهد اخر، وبالرايت كليك ابدأ احرك الكاميرا بتاعتي، وممكن اخد مشهد كمان. طيب علامة النجمة دي اللي هي مقصود بيها المؤثرات، ندوس عليها يبدأ يطلع لي المؤثرات. مثلا على سبيل المثال انا عايز سيركل، هدوس على السيركل هنا فيبدأ يظهر المشهد بتاعي بالسيركل، او سايبر سكان وروح معلم عليها كده فيبدأ يغير لي المشهد للسايبر سكان بالشكل ده. طيب هقفل دلوقتي واقول له وريني الفيديو هبقى عامل ازاي. فده الفيديو اهوت لما حطينا فيه المؤثرات. طيب ممكن ندخل تاني على المؤثرات، ممكن نغير مؤثر نخليه مثلا بالشكل دوت. نتفرج بقى على الفيديو.